اهلا بكم مره تانية، وتعالوا نروح لجولتنا اليوميه المعتاده ما بين الاخبار المنوعه والخفيفه والمميزه. ويمكن اول خبر هيقابلنا هو انطلاق موقع اخباري متخصص في الانتخابات والحياه الحزبيه تحت عنوان نواب اونلاين من نقابه الصحفيين. هي عمرو اول ما شفت الخبر ده قلت هو جميل بس مش هنعرف بعد الانتخابات. انا حسيت الانتخابات هتبتدي خلاص او ابتدت يعني بالفعل. هي طبعا الموقع ممكن يخدم بعض الاشخاص، يمكن كنت بتكلم انا وماجده في الفاصل، ممكن يخدم بعض الاشخاص، لكن بما ان احنا عندنا نسبه اميه طبعا مش بسيطه، فبالتالي يكون صعب على بعض الاشخاص انهم يرتادوا هذا الموقع، فبشكل او باخر هيخدم فئه على حساب فئه اخرى، فلابد يكون في افكار ثانيه. يعني هو احنا مش عايزين نقلل من فكره ان الموقع برضه خطوه مهمه في فكره ان انا اخلي الناس على وعي بفكره مين هو اللي بيشارك في العمليه الانتخابيه، ما هي طبيعه ادوار الاحزاب، مين اللي بيتقدم وبيمثلني او بيمثلك في العمليه الانتخابيه، لكن في النهايه لازم يكون في تفكير جدي فعلا في النسبه الكبيره جدا اللي بتشارك في العمليه الانتخابيه وما عندهاش المعلومه والوعي الكافي او القدره على الحصول على المعلومات، وهي النسبه الغير متعلمه. ولو فكرنا شويه هيكون في اساليب ان انا اوفر لها المعلومه على الارض بشكل حقيقي. هو كمان اللافت في النظر في هذا الخبر ان هيوفر المعلومه عن الناخب، الناخب هيتوفر له المعلومه عن المرشح، عن الحزب، الدعم الخاص بيه، التواصل الاجتماعي والتواصل الانتخابي الخاص بيه، الشعبيه، كل الحاجات دي المعلومات اللي لازم توصل الى الناخب بشكل او باخر عشان لما يختار على اسس علميه سليمه. نتمنى طبعا ان يكون في هذه الثقافه المتواجده لدى الناخب لما يروح ينتخب على اساس ان هو لازم هيفيده ازاي، هينفعه ازاي، هيكون مفيد في دايرته ازاي، كل الحاجات دي، مش للاسف زي ما كنا بنشوف في السابق ان بينتخبوا طبعا على اساس بعض الخدمات اللي ممكن يقدمها له شخصيا، او حتى بكل اسف ان ممكن حاجات عينيه تقدم ليه، فبالتالي بروح ينتخب بشكل او باخر. عامه مشروع نواب اونلاين اللي بتطلقه نقابه الصحفيين مشروع مميز مختلف، نواه لتوعيه حقيقيه عن الحياه الحزبيه وكيفيه المشاركه فيها. تعالوا ندخل لمشروع مهم بيحمل عنوان مشروعك. مشروعك هو مبادرة لتشغيل الشباب وتنمية وجودهم والقضاء على البطالة، وهي مبادرة بتفتح الأمل أمام آلاف العاطلين من الشباب عشان تساعدهم في إيجاد فرصة عمل مناسبة، تساعدهم على إن هم يدخلوا إلى حيز المشاركة في التنمية بمشروعات خاصة صغيرة ومتوسطة، وكمان حمايتهم من الوقوع في براثن عصابات الهجرة غير الشرعية. بكل اسف طبعا شفنا هجره غير شرعيه ازاي من شبابنا، للاسف كل شويه عندنا شباب بيدفع ثمن ان هو عايز فرصه عمل شريفه، فبالتالي بيكون البحر هو للاسف مثواه الاخير. طيب التصريحات دي كمان اللي صرحت بها السفير نائلة جبر رئيس اللجنه الوطنيه التنسيقيه لمكافحه ومنع الهجره الغير شرعيه اكدت على اهميه هذا المشروع بصفته طبعا يكون مبادره ناجحه ان شاء الله للشباب الغير عامل. بتعد كمان هذه المبادره حلول لعدد من المشكلات، ومن منها طبعا توفير فرص عمل لاتاحتها لعدد كبير من الشباب لحمايتهم من الاقدام زي ما قالت ماجده على الفرصه الغير الهجره الغير شرعيه، كمان الانسياق وراء هذه او وراء مسيره الموت. كمان اكدت ان هناك اربع مجالات سيتم استخدام فيها هذه القروض، قروض ميسره للشباب ستمنح للعملاء من خلال مشروعك، وهي تمويل شراء الالات، المعدات، التجهيزات، تمويل النشاط التجاري، تمويل مشروعات الثروه الحيوانيه، وتمويل المهن الحرة، وده طبعا أبرز الحاجات اللي هيسمى لها مشروع مشروعك. الحقيقة المشروع ده أنا براه من المشروعات يعني المميزة، بس الأهم إن أنا أوفر للشاب فكرة الدعم المادي والمالي، وإن أنا أرشده إن أنا أحميه أثناء عمل هذا المشروع، أسير معه خطوة بخطوة لحماية مشروعه الصغير لغاية ما يوصل على الأقل لبر الأمان بهذا المشروع بشكل حقيقي، ويكون عضو إيجابي منتج في المجتمع بصورة حقيقية. الحماية أحيانا بتكون أهم من توفير الغطاء المادي. مظبوط مظبوط.
طبعا زي ما مرينا بموجة حرة على مدار الأيام اللي فاتت، انتشر على الإنترنت إن بيقولوا في موجة من الصقيع تشهدها مصر، وهي دراسات بتقول المعلومات خلال ساعات معدودة هنعرف الجديد في هذا الموضوع. بينضم لنا عبر الهاتف الأستاذة إيمان عبد اللطيف خبيرة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا أستاذة إيمان، أهلا وسهلا. صباح النور يا فندم، صباح الخير على حضرتك. هو واضح هو من الحر الشديد للبرودة الشديدة للصقيع، يعني احنا مش عارفين نروح فين بالظبط ولا أستاذة إيمان. لا هو طبعا يعني الجو معتدل وجميل جدا، بس حته ان في موجه من الصقيع دي طبعا اشاعه ليس ليها اي اساس من الصحه على الاطلاق. الحمد لله. يعني الجو دلوقتي اساسا احنا بنشهد حاله من الاعتدال في الجو، الجو جميل جدا ودرجات الحراره بتتراوح من 28 29 درجه، يعني ما فيش صقيع ولا اي حاجه خالص. يعني الصقيع دي مجرد اشاعه بس الحمد لله، يعني مش موضوع مؤكد ولا حتى جاي ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. لا خالص، احنا في فصل الربيع دلوقتي وداخلين على فصل الصيف كمان في 23/6، فازاي صقيع في فصل الربيع؟ صعبه جدا. فدي طبعا اشاعات بتبقى منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن احنا بنشهد حاله من الاعتدال في الجو، الجو لطيف على السواحل الشماليه ومعتدل على الوجه البحري والقاهره حتى شمال الصعيد، حر على جنوب الصعيد. وبالنسبه لليل الجو لطيف، يعني درجات الحراره بتتراوح من 18 ل 20 درجه ده بالليل. المؤثر علينا الايام دي الشبوره المائيه. استاذه ايمان، يعني احنا مرينا طبعا بالموجه الشهيره اللي كانت الاربعاء الماضي، والناس كلها بتتساءل احنا هنواجه هذه الموجه خلال الفتره القليله القادمه مره ثانيه؟ والله حضرتك هو لحد الان لمده اسبوع من خلال الخرائط وصور الاقمار الصناعيه الجو معتدل على القاهره وعلى السواحل وعلى انحاء الجمهوريه كافه. ممكن بعد الاسبوع ده ممكن نواجه موجه ثانيه حاره، خصوصا ان احنا في فصل تقلبات جويه. بالقسوه دي يا استاذه ايمان؟ وارد ان احنا نواجه فعلا موجه بنفس درجات الحراره. طيب ربنا يستر. استاذه ايمان عبد اللطيف خبيره الارصاد الجويه، شكرا لك على هذه المداخله وهذا التوضيح للحاله الجويه خلال هذه الفتره، شكرا لك يا فندم. تعالوا نرجع مرة تانية لأخبارنا، هذه المرة هنتكلم عن التعليم الفني. يمكن من أهم الأشياء اللي أضيفت الفترة القليلة الماضية عمرو من وجهة نظر ناس كتيرين جدا هو أن يكون هناك اهتمام بالتعليم الفني بإضافة وزارة معنية هذا الامر بشكل حقيقي، واحنا تاريخنا اتاخرنا في الموضوع ده جدا. ما ده برضه يا ماجده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، يعني احنا لما ابتدينا في فتره السبعينات مع الهند وصلت فين واحنا بقينا فين؟ رغم ان طبعا في نسبه، يعني نسبه مش قليله في البطاله عندهم ونسبه مش قليله من الفقر، لكن هم استطاعوا ان هم يكونوا الدوله الاولى في التكنولوجيا البسيطه او التكنولوجيا المعقده الهند. طب احنا فين من النمور الاسيويه كلها قامت على التعليم الفني؟ بالظبط، محتاجين ان احنا نركز اكتر من كده. يعني خلينا نقول ان كده احنا حاولنا ان احنا ندخل الى سوق التعليم الفني بشكل حقيقي. كان في تاكيد للدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب ان الدوله بتعمل على النهوض بقطاع التعليم الفني من خلال خطه لتطوير المدارس الفنيه وتخريج عماله فنيه مدربه من خلال تطوير المناهج العلميه و نجعلها ليها دور فعل في المجتمع بمشاركة المجتمع الصناعي والاستثماري في مصر من رجال أعمال ومستثمرين. هو كمان الحلم اللي بيقول عليه دكتور محمد يوسف ان احنا بس مش عايزين نقف، ان احنا كمان نشتغل او نبقى عندنا ناس مهنيين فنيين بجودة عالية، لا كمان احنا ممكن نصدر هذه العمالة للخارج وتكون عمالة مدربة لاستعادة المكانة المصرية للعمالة الموجودة في الخارج. اعتقد ان احنا لازم نكفي السوق المحلي في الاول بعد كده نتكلم عن الخارج، ده المهم علينا الفترة اللي جاية. فالتعليم الفني عليه دور كبير جدا جدا لازم يقوم به بكل الأشكال وبكل الطرق الممكنة. مفيش حد فينا ما بيهتمش يوميا انه على الاقل يقرا الجورنان او على الاقل يعرف عناوين الاخبار، بسمة الشاعر هتوفر علينا المجهود وتقرا لنا عناوين الاخبار. صباح الخير يا بسمة. صباح الخير يا بسمة، اتفضلي.
وفاء. صباح الخير ماجدة وعمر، أنا فعلا الآن متواجدة في أحد الشوارع هنا لنقل لكم أهم العناوين الأخبار التي تصدرت صحف اليوم. نبدأ بجريدة الشروق والعنوان الرئيسي هو السيسي اخدم بلدك ولو هتتحبس. الرئيس يفتتح أعمال تطوير ترسانة الإسكندرية ويؤكد القواعد القديمة في العمل لن تنفع بعد الآن. أيضا عنوان آخر، الحكومة لن تدرج المحطة النووية بالموازنة الجديدة. أيضا مصادر، نحاول إيجاد شراكة استراتيجية لتمويل المشروع مقابل اقتسام العائدات. أيضا عنوان آخر، محمد سلطان يغادر السجن إلى أمريكا بعد تنازله عن الجنسية المصرية. كانت هذه العناوين الرئيسية بجريدة الشرق. ننتقل إلى جريدة الأهرام، العنوان الرئيسي هو المشروعات الاستراتيجية لن تخرج عن سيطرة الدولة. الرئيس لنترجم حب مصر إلى أفعال ولا بد من الاعتماد على الكفاءات. أيضا المسؤولون مطالبون بالتحالي بالشجاعة، تطوير ترسانة الإسكندرية نموذج للمحافظة على ثرواتنا. أيضا عنوان آخر، مصر تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية. عنوان آخر يهتم به الرياضيون وهو الفيفا على صفيح ساخن بعد فوز الثعلب العجوز. أيضا خبر آخر عن رحيل الأبنودي، حلم الأبنودي يرى النور بعد رحيله. كانت هذه العناوين التي تصدرت صحيفة الأهرام. ننتقل إلى الجمهورية، العنوان الرئيسي هو ابتكار الحلول والقرار الجريء يعيد الحياة لمؤسساتنا. كان هذا في خطاب السيسي. أيضا لن نتخلى عن عملنا ولن نترك شركتنا تنهار. لا مستحيل طالما التقينا على قلب رجل واحد. أيضا القوات المسلحة أعادت الترسانة العريقة للإنتاج المتميز. أيضا خبر آخر يتصدر العناوين وهو زيادة معاشات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. خبر آخر عن رئيس الوزراء وهو محلب في شوارع الإسكندرية بدون حراسة، التقى بالأهالي وتناول العشاء بمطعم فول. أيضا إقبال ضعيف على وحدات المرور في اليوم الأول لكارت البنزين. أيضا خبر هام للطلاب وهو شكاوى وابتسامات في الأسبوع الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظات. كانت هذه أهم العناوين بجريدة الجمهورية. ننتقل إلى صحيفة الأخبار، وأيضا تتصدر خطاب السيسي في عناوينها، السيسي علينا أن ننحت في الصخر من أجل بلادنا. أيضا عنوان آخر، إسناد المسؤولية لمن لا يعرف أحد أشكال الفساد. أيضا خبر آخر وهو مد أجل النطق بالحكم في مذبحة بورسعيد لجلسة 9 يونيو. أيضا ننتقل إلى جريدة المصري اليوم، العنوان الرئيسي وهو السيسي للمسؤولين لو سمحتم حربوا الفساد، ننحت في الصخر لتوفير حياة كريمة للناس. أيضا عنوان آخر، شركات روسية عملاقة تتفاوض لتجميع السيارات والمعدات الثقيلة في مصر. بس مشاعر كانت جولة مميزة منك. العناوين في الصحف المصرية، وكما نرى خطاب السيسي تصدر الصحف المصرية اليوم. نعم، بس نكتفي بهذا القدر. طبعا بشكرك على المتابعة، وبالطبع يكون عندنا وقفة مفصلة للأخبار إن شاء الله نرى فيها أبرز الجديد دائما لمجريات الأمور في بلاد صاحبة الجلالة. شكرا لك يا بسمة، أكيد نلتقيك بعد قليل بإذن الله. شكرا لك على هذه المتابعة الصحفية من أحد الأكشاك الخاصة بالجرائد في الشارع المصري. شكرا جزيلا لك. تعال نعود لأخبارنا المنوعة اللي بنطلع عليها سويا، وهنتوقف عن تصريح لوزير الصحة الدكتور عادل عدوي عن استراتيجية لتطوير قطاع التمريض باعتباره العمود الفقري لتطوير المنظومة الصحية في مصر.
ويعتقد يعني ان هذا الامر طال انتظاره وان لم يكن متاخرا. كمان ملائكة الرحمة يعني لابد ان تتحسن احوالهم المادية والكادر الخاص بيهم، وده اللي بياكد عليه وزير الصحة، وكمان احنا بناكد عليه هم عليهم دور كبير جدا جدا بمساعدة الاطباء وكمان لتمريض كل من يحتاج الى ذلك. خلينا نتابع هذا التقرير ونكرر حضراتكم بعد قليل. جاء الاحتفال باليوم العالمي للتمريض هذا العام ليؤكد ان رفع كفاءة الممرض فنيا ووظيفيا اصبح ضرورة ملحة بعد معاناة معظم المستشفيات من وجود عجز في التمريض المؤهل والمدرب، وبخاصة اقسام الطوارئ والرعاية المركزة، وذلك من خلال وضع استراتيجية تعمل على تعليم وتدريب الممرض والقضاء على العجز في المستشفيات، وما اكد عليه وزير الصحة خلال الاحتفال. سيتم تطبيق قانون مزاولة مهنة التمريض، ايضا سيكون هناك خطة للتدريب والتعليم الطبي المستمر لكل القائمين بالعمل في مهنة التمريض، سيكون هناك فرص للتدريب بالداخل وبالخارج، ايضا سيكون هناك خطة للارتقاء بالمستوى المهاري والمستوى الوظيفي للعاملين في مهنة التمريض، هناك الكثير من الخطط التي ندعم بها مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري. تدريب على السلوك، تاني حاجة حضرتك اعادة توزيعهم في الاماكن التي يجب ان يكون فيها الخدمة. وانا بوجه هنا للتمريض كلمة ان هم لما دخلوا التمريض يعلموا تماما ان مهمتهم مهمة بيسهر على راحة المريض، تاني ان هم لازم يكونوا في اي مكان. 60% من الخدمات الطبية بالمستشفيات تقدمها هيئة التمريض، بما يتطلب الاعتناء بتلك المهنة السامية ودعمها نفسيا ومعنويا بتغيير ثقافة المجتمع تجاه تلك المهنة من خلال الدعم الاعلامي والمؤسسي. بنطلب تحسين الاحوال المالية، بنطلب المساندة السياسية، بنطلب تنفيذ الخطة اللي ماشيين فيها ببطء، متهيألي لو في مساندة سياسية من بداية من رئيس الجمهورية الدنيا هتختلف وهتمشي، مع تطوير المناهج، مع تأهيل المدرسات العاملين على العملية التعليمية، التدريب المستمر بجميع قطاعات التمريض في مصر سواء كان القطاع ده خاص أو حكومي أو جامعي أو جيش أو شرطة. يجب أن احنا الصورة بتاعتنا للتمريض تختلف تماما، و يعني ما ننساش زمان كانوا بيسموهم والى الان طبعا ملائكه الرحمه، فدعنا ان احنا نقدر اللي هم العمل الجهد اللي بيعملوه. التمريض مهنه ساميه لها دور محوري في نجاح المنظومه الصحيه، فالارتقاء بتلك المهنه ودعمها من قبل الدوله ماديا ومعنويا اصبح ضروره ملحه للقيام بدورها المنوط بها، فهم بحق ملائكه الرحمه. محمد حلمي، النيل. عودة لأخبارنا مرة أخرى، وخبرنا هذه المرة عن محاولة لتنشيط حركة الميني باص، وده بقرار من الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بتسيير 4 سيارات ميني باص بالمجان لخدمة نقل المواطنين من ميدان التحرير لموقف وسوق الترجمان مرورا بشارع رمسيس ومحطات مترو الأنفاق جمال عبد الناصر وأحمد عرابي، والعودة مرة تانية من شارع الجلاء مرورا بميدان عبد المنعم رياض، وده لخدمة ركاب خطوط الميكروباص اللي بتقف حاليا في شارع الجلاء وتقرر نقلها الى ترجمان اعتبارا من الغد اول يونيو. كمان المحافظ شدد على دار العامة المرور وجهاز مشروع السرفيس بالقاهرة بتكثيف التواجد المروري بميدان رمسيس وشارع الجلاء ومنع انتظار سيارات السرفيس نهائيا وتوجيهها داخل الموقف المخصص لها بالترجمان وتفعيل القانون بكل حسم على من يخالف اي شيء من القانون. وكمان اعتقد هذه الخطوة ستفاعل كمان حركة البيع والشراء في جراج الترجمان او السوق المتواجد الان، سوق البيع الجائلين المتواجد في منطقة الترجمان. مفيش حد يقدر ينكر أهمية السياحة الوافدة، وده اللي جاء في سياق حديث خالد رامي وزير السياحة على أهمية السياحة بنوعها. هو أشار للسياحة الروسية لأنها بتمثل عصب السياحة الوافدة إلى مصر. ناس كتير جدا عارفة أن السياحة الروسية بيطلق عليها نوع من أنواع السياحة الرخيصة أو منخفضة التكاليف نوعا ما، وأكد خالد رامي وزير السياحة على استعداد الوزارة الكامل لدعم صناع القرار السياحي الروسي لمضاعفة هذه الأعداد في السنوات القادمة للوصول للهدف الاستراتيجي للوزارة بشأن تحقيق 20 مليون سائح بحلول عام 2020. كمان وزير السياحة المتواجد الآن في موسكو بيقول إنه هيقدم كل الخدمات وكل الإمكانيات الممكنة عشان نجيب السياحة الروسية لمصر، والوقوف كمان على المحفزات الخاصة لهذه السياحة ومناقشة أي عراقيل ممكن تواجه السياحة الروسية.
كمان طالب بدور تنوع البرامج السياحية المقدمة لتتضمن السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان والرحلات النيلية وما هي ما لها قبول لدى السائح الروسي بكل الأحوال. بس أعتقد كمان السائح الروسي يعني ملم أو أكثر إلماما وأكثر حبا لسياحة الشواطئ والسياحة الترفيهية، ممكن يركز على هذه السياحة لجانب آخر زي الألمان مثلا بيهتموا هذا النوع من السياحة. أعتقد كلها بتصب في خانة الموازنة العامة للدولة وفي الحصيلة الاقتصادية بكل الطرق، فلا بد من التنوع في كل الأماكن وفي كل البلدان التي تأتي وتوفد إلى مصر عشان نزود السياحة بالأرقام الكبيرة جدا إن شاء الله بحلول العام 2020. عبد الرحمن الأبنودي لما يذكر اسمه يبقى احنا بنتكلم عن تاريخ وطن يعني استطاعت الكلمة أن تجسده بشكل حقيقي، فليس هناك أقل من أنه يكون له ذكرى توضع له بشكل حقيقي في صورة متحف، وده اللي تم بالفعل بافتتاح الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة بالأمس، ومعه اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة يوسف وزيرة السكان، متحف ومركز عبد الرحمن الأبنودي للسيرة الهلالية بمدينة أبنود بمحافظة قنا بحضور السيدة نهال كمال حرم الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي. كمان دكتور عبد الواحد وزير الثقافة أكد أن المتحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية بيعد تقدير كبير للرحلة اللي خاضها عبد الرحمن الأبنودي، وبالتحديد كمان في السيرة الهلالية كان بيتمنى أن يكون لمتحف في هذا المجال، فكمان هذا المتحف هيضم التراث الأدب الشعبي، هيضم 67 عمل فني، 14 جزء من نصوص السيرة الهلالية، 132 شريط كاسيت بيوثق السيرة الهلالية وتعليقات الشاعر الأبنودي على السيرة الهلالية. كمان أعلن وزير الثقافة خلال الافتتاح عن تسليم جائزة باسم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي ستخصص للشعر العامية، وسيكون موعدها هذا الشهر من كل عام، يتنافس من خلالها الشعراء العامية بكل الطرق.